إنني أقف اليوم أمام شعب مصر الكريم لأعلن عن ترشحي لرئاسة جمهورية مصر العربية في أول انتخابات حرة نزيهة قادمة. والانتخابات الحالية ليست حرة وليست نزيهة وليست عادلة، فأنا لن أشارك في تلك الانتخابات التي تقوم على جريمة وعلى نظام حكم باطل. وعلى ذلك فإني أعلن عن ترشحي اليوم وليس غدا رئيسا لمصر، لأن الهدف الأول للحملة الرئاسية التي سأقودها في المرحلة القادمة سيكون المساهمة في كسر هذا الواقع الحالي المؤلم، هذا الواقع الذي اعتدى على حقوق شعب مصر. هدفي ألا أساهم في بقاء هذا الظلم، وأن أقف في خندق المدافعين عن التبادل السلمي للسلطة، لا بين المحاربين له ومن يريدونها تجربة مزورة تحملهم إلى مناصب لا يستحقونها. أعلن عن إطلاق الحملة الرئاسية اليوم التي ستستمر وستتطور بإذن الله إلى أن تحدث في مصر انتخابات حرة عادلة، لا لكي أشارك في المهزلة والجريمة التي تحدث الآن، بل لكي أحاربها وأمنع استمرارها. لا يمكن أن تقبل مصر العودة إلى صناديق الانتخابات المزورة وإلى تمثيليات الديمقراطية الزائفة، وسأعمل مع كل المصريين لتعود لمصر شرعية الحكم، أن نعود إلى تبادل السلطة عبر الصندوق الانتخابي، لا عبر تجاوز هذا الصندوق ولا عبر تفويضات كاذبة ولا مخزية. ولا أترشح اليوم لأساهم مع كل مرشح يحذو حذوي ويفعل مثلي أن نتنافس نحن بيننا على تقديم الأفضل للشعب، وأن نتعاون سويا بعيدا عن نظام ظلم وبعيدا عن انتخاباته، من أجل أن تعود الحرية لمصر. ومن أجل ذلك أتمنى أن يترشح غيري بنفس هذه الطريقة، وأن نتنافس بيننا على تقديم الأفضل لمصر. وفي هذا الوقت أتوجه برسالة أدعو فيها أن يفوض الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أحد هؤلاء المرشحين الرافضين للظلم بأن يتقدم لشعب مصر والعالم مطالبا رسميا بسقوط هذا الانقلاب، مستخدما كل الوسائل القانونية والجنائية داخل مصر وخارجها لمنع هذا النظام الظالم من الاستمرار في ظلم وقهر شعب مصر. من أجل ذلك فأنا أترشح لرئاسة مصر، أعمل على تكوين أفضل فريق رئاسي عرفته مصر في تاريخها. مصر ليست بحاجة إلى زعامات تختزل الوطن في أشخاصها، مصر بحاجة إلى قيادة صاحبة رؤية تستطيع أن توظف كل طاقات المصريين